حقنا في الإضراب، وتاني مطلب يا طلاب، وتاني مطلب يا طلاب، حقنا في الإشراك، وحقنا في الإشراك. وقال لكم الوزير، وقال لكم النيراوي، وقال لكم السي الوزير، دخلوا تقراوا وليداتي، ما يكون معكم درقاو ياسر رئيس مكتب طلبه الطب الرباط وعضو في اللجنه الوطنيه طلبه الطب بالاسنان والصيدله. كما كتلاحظوا اليوم كانت انطلاقه ديال الاسبوع الغضب اللي سميناه حنا كلجنه وطنيه. انطلاقه بدات باول انزال محلي، وقفه محليه في باب الحد ديال الطلبه ديال كليه الطب والصيدله بالرباط. هادشي جا اثر هاد المعركه النضاليه اللي كنخوضوا دابا اكثر من 7 اشهر. الامتحانات تمت مقاطعتهم بنسبه ديال 95% على الصعيد الوطني، وباقي تيتقاطعوا كل يوم في مدينه مختلفه بنفس النسب، يعني ما الناس ما كتحضرش. الصراحه هادشي يؤسفنا، لان كما شفتوا الميساج اللي كاين هو ان واش سنه بيضاء مشروع حكومي ولا فشل وزاري. حنا كنبرئوا راسنا من هاد السنه بيضاء، لان درنا اللي علينا. حاولنا اننا نديروا بعض لي كونسيسيون، بعض التراجعات على بعض النقاط، غمضنا عينينا بعض النقاط. وبالرغم من ذلك باقي ما كاينش حوار جاد معنا، باقي ما كاينش حلول جاده معنا، حلول اللي غتحل تسالي الازمه. كانوا بعض الوعود اللي لم يتم الاحترام ديالهم، غير ما بين اللقاءات اللي كنا كنديروا مع ممثلين الحكومه، واللقاءات اللي كنا اللي درنا اخر لقاء مع الوزارتين الوصيتين والحكومه حد ذاتها حضور السيد الناطق الرسمي سبيتاس. يعني حنا هادشي يؤسفنا، حنا السنه البيضاء ما بغيناهاش، درنا اللي علينا، عمرنا لاباخ الكونترا ديالنا. دابا الدور ديال المسؤولين انهم حتى هما يعمروا لاباخ الكونترا ديالهم، يعطيونا حلول باش نتفاداو السنه البيضاء. لان يعني في الاخر السنه البيضاء راه غتقصح الطالب، ولكن الى اي حد؟ راه سنه في المصير ديال الطبيب اللي داخل باش يقرا على الاقل 6 سنين ولا 7 سنين ولا حتى 14 عام، سنه زايده ولا ناقصه ما غتضروش. بالعكس، الا كانت غتجود التكوين ديالو في المستقبل راه مرحبا بها، الا كنا خصنا نديرو سنه بيضاء. ولكن الخاسر الكبير راه هو الوطن، هو المغرب. وحنا ما بغيناش، حنا كمواطنين مغاربه كنبغيو بلادنا، وباغيين ننجحوا الورش الملكي لسيدنا، ما غنبغيوش نديرو سنه بيضاء. يعني حنا دابا كنحملوا المسؤوليه السياسيه للمسؤولين كاملين باش انهم يلقاو معنا، باش يلقاو معنا حل. حنا راه ديما مفتوحين للحوار. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العاطي فرزدق، ابلي طالبه بكليه الطب والصيدله بكليه الرباط. نحن هنا كاباء جئنا هنا لندعم ابناءنا ونقف معهم في هذه الوقفه التي سطرت داخل اسبوع للاحتجاج وسمي عليه اسبوع الغضب. هذا اسبوع يبدا اليوم بالرباط، وستكون محطات في كل ربوع المغرب، في مراكش، في الدار البيضاء، في اكادير، في طنجه، في وجده، في كل المدن التي توجد بها كليه الطب والصيدله. لماذا هذا؟ لنحتج بقوه مع ابنائنا، ولنقول اولا نحن مع ابنائنا في هذه المحنه، ندعمهم دعما غير مشروط. نحن معهم كل ما يقررونه نحن ندعمهم وبدعم غير مشروط. هذا رقم واحد. الرساله الثانيه، نحن لا نفهم لماذا هذا التعنت من طرف الحكومه؟ لماذا الحكومه ترفض ان توقع محضر تم الاتفاق عليه بينها وبين طلبه كليه الصيدله؟ لا نفهم. لما تم الاتفاق المفروض ان الطلبه يرجعون الى الكليات ويرجعون الى المدرجات ويجتازون الامتحانات ونطوي هذا الملف، ولكن مع كامل الاسف الحكومه ترفض ان توقع هذا المحضر. بالنسبه لطلبه الطب، لا نفهم لماذا حكم على الفوج الذي يدرس حاليا من السنه الاولى الى السنه الخامسه ان يتكون في الطب في مده زمنيه لا تتعدى 3900 ساعه، في حين ان الافواج التي سبقتهم تلقت هذا التكوين في 4500 ساعه. والافواج حسب ممثل الطلبه التي ستلحق السنه القادمه بكليه الطب ستدرس الطب في 4800، ما بين 4800 و 3900 هناك هدر لاكثر من 20% من التكوين. فهذا الهدر ستكون له انعكاسات على الطلبه وعلى المرضى الذين هم ابناء هذا الشعب. فنحن هنا نبرهن على حدادنا على ما آلت هذه المآلات، ولناشد
العقول التي الرزينة أن تتدخل وأن تحلحل هذه الأزمة. ولكم جزيل الشكر. السلام، أيمن ملوكي، طالب طالب السنة الرابعة بكلية الطب والصيدلة بالرباط. احنا اليوم كطلبة الكلية ديال الصيدلة وديال الطب جينا اليوم تحت عنوان الأحد الأسود في وقفة الغضب، باش ما ناكدوا على ثبوت ديال المواقف ديالنا في واحد النضال اللي استمر منذ ما يزيد عن 200 يوم، يعني حوالي 7 أشهر من المقاطعة المفتوحة، 7 أشهر من النضال بسبب الغيرة ديالنا على الوطن ديالنا، بسبب انه ما كاينش واحد التجاوب، واحد الحلول اللي هي واقع يوم الموسم من طرف الوزارتين، وغياب محضر اتفاق الذي يوثق كاع المقترحات اللي دازوا في الاسابيع اللي تمرت. فاحنا اليوم حنا جينا باش ماننا نعبروا على الغضب ديالنا، وجينا باش ماننا نحاولوا ناكدوا على الاهميه ديال ايجاد حلول في اقرب وقت ممكن، فرا تجنبا سيناريو السنه البيضاء الذي يتم الدفع بنا اليه نظرا لغياب واحد التجاوب سريع، ونظرا لغياب واحد الاجابات اللي هي ملموسه ومقبوله من طرف الطلبه. فراه هما اليوم الى جاوا باش ماننا يغبروا نعبروا على الاهميه ديال ايجاد حلول، فهذا الشيء فقط غيره على الوطن ديالهم وحفاظا على جوده ديال التكوين اللي ما يمكنش انها تضمنها بدون الحفاظ على مدة ديالو وبدون الحفاظ على عدد الساعات. وبالتالي فإننا نحن اليوم كنحافظوا على الصحة ديال المواطنين وعلى جودة ديال التكوين ديالنا عن طريق هذا النضال. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.